علق الفنان والممثل نبيل الحلفاوي على تعادل نادي الزمالك مع نصر حسين ضاي الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية. كان الزمالك خسر من جورماهيا الكيني 4-2، والمباراة الثانية أمام نصر حسين ضاي تعادل 1-1، وأحرز هدف الزمالك خالد بوطيب في الدقيقة 14، وتعادل نصر حسين ضاي في الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة. وقال نبيل الحلفاوي من خلال صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر في تدوينة ليه: إيه اللي حصل للأندية المصرية؟ الزمالك يكسب فرقة 7 هنا ويتغلب منها هناك، الأهلي يكسب فرقة 5 في شوط واحد هنا ويتغلب منها هناك، والزمالك يستقبل 4 أهداف في كينيا، ودلوقتي وصلت إننا حتى على أرضنا مكسبناش، لكن جامدين قوي وإحنا بنتشطر على بعض.